أهلا ومرحبا بكم، معكم محمد شرقاوي من شركة فاتوس لشرح الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج سيلز أب، برنامج المحاسبة والمبيعات وإدارة المخزون من شركة فاتوس. فلنبدأ. عند بدء استخدام النظام لابد أننا سنحتاج تخصيصه ليتناسب مع طبيعة عملنا، ولعل الخطوة الأولى هي تغيير البيانات الأساسية للمؤسسة، لذلك سنتدرب اليوم على كيفية تعديل بيانات المؤسسة وضبط المتغيرات الأساسية. من القائمة الرئيسية اضغط على قائمة المؤسسة، ثم اختر بيانات المؤسسة. تظهر لنا نافذة بيانات المؤسسة بتصميمها السهل الجذاب، حيث نستطيع تغيير اسم المؤسسة، مجال العمل، السجل الضريبي، كما يمكننا تغيير شعار المؤسسة. قم بالضغط على صورة اللوجو واختر شعار المؤسسة من أحد مجلدات جهازك، ثم اضغط فتح أوبن. يمكنك التراجع عن تغيير الشعار بالضغط على إعادة التعيين. نستطيع أيضا تغيير بيانات الاتصال بالمؤسسة، الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني يظهران في التقارير والفواتير، البلد والمدينة، عملة النظام حيث أن النظام يدعم العديد من العملات ضمنها جميع عملات دول العربية. بعد تعديل جميع البيانات المطلوبة لا تنسى أن تضغط على زر تعديل في أسفل النافذة. ملحوظة، يمكنك إضافة المزيد من الدول والمدن عن طريق الضغط على زر الإضافة، علامة زائد بلس الموجودة بجانب الدولة أو المدينة. اكتب اسم الدولة ثم اضغط حفظ. يمكنك تعديل أي دولة موجودة من قبل بالضغط على زر تعديل، علامة القلم الموجودة بجوار الدولة، ثم تغيير الاسم والضغط على حفظ. كما يمكنك حذف الدولة بالضغط على زر حذف، علامة إكس. بنفس الطريقة يمكن إضافة وتعديل المدن. أشكركم ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم. لمزيد من المعلومات اضغط على أيقونة المساعدة أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.vatos.com.